انا ما شعرت اني شوف ضبطت الجلسه مساع حذف بس التمر هذا تو ضاحي بخاطر يقول لكم شيء يا عيال يمكن اني اودع اليوم انت ولا ضاحي اليوم واحد منكم تدري ليه ضاحي لان غرفت بكل حب كل امراي من لا انا طيب خليني بقول لك حاجه انت وعبد الله اسلم يا اخواني هذه مشاعري قبل لا اروح اتمنىكم تذكروها عشان اقول لكم العشره اللي بيني وبينكم في الغرفه اسلم يقول انا ما شعرت اني مع الناس قبل ألقاك ولا ذقت لا الدنيا طعم قبل تلقاني أنا اللي يسليني على مشاهدك ذكراك أنا مستحيل أنساك خاف أنت تنساني تولعت بك والله كتب لي على فرقك حسبي على الحبار ايدي كان عاشقاني انا اللي يسليني على مشاهدك ذكراك انا مستحيل انساك خاف انت تنساني مبروك السوني يا عيال لا بالله تسحبون علي اخ سوني انت رحت انا معك برا تدري اتضايق ليه اذا رحت؟ لان ما حد يعرف خلاص ترى انا مو لازم تهمس خلاص خلاص هو راحت كيف؟ لا خلاص متونس ليه تتفائلون مبشر؟ تفائل بخير تجده ليه؟ والله يا عبود انا متفائلين من اول ما دخلنا متفائلين بس ما ادري ايش صار ما ادري ايش صار والله متفائل بس لا يوم جاء امس قطع التفائل راح خلاص يعني شوف البرايم اللي قبل اي اما هذا يا ولد مو شعور حسيت بشعوره اللي قبل اسبوعين حسيت لا بس في فرق انا حاله استثنائيه يعني تخيل ضاحي يدخل برايم ضاحي الشمري يدخل برايم هو ماخذ الدولاب وفايز بالمطبخ تدري وحصانه المركز الثالث طيب نايف حزيمه اخذ الثاني من الثالث دخل برايم عادي اي بس كان عليه خصم بس شوف في فرق وانت عليك خصم بس دقيقه عبد الله في فرق يفرق الخصم ترى الخصم يفرق الدولاب كم الحصانة كم؟ بس ما بقى عليك سالم ما له دخل لا انا ماخذ 1000 دولاب 1150 حلو او 800 ناس حلو والله أنا. حلو لكن كسبت لا لا انت اوتسايد لا يعني الواقع لا جد ظالم ها؟ الادارة ظالمة؟ ايه تصرف عليهم انت؟ ابي اقهر بس ايه ظالم ايش عندك؟ ايه طيب وبعدين؟ ماشي متمرد انت ايه ماشي يبي غصب التمرد انا جالس اسوي لكم قهوة واحد منكم مودع خلاص سوي قهوة يا رجال انا اقول انا مستوي مسوي الاعداد بعد يجي انا مستوي استوت بالعربي بس استوت اقول لك العلم يعني شوف انا طول حياتي في اي موقف في كل خطوه اخطيها اقول دائما لكل مجتهد نصيب والله اني ما شفت النصيب والله هذه تعبر عن حالتنا على مشعل انا مشعل يا ولد الفقر مو يا ولد مريض والله مريض مشعل مريض طحت بالعداد طحت على الارض تدري مشعل حضر فقره عطاء وحضر فقره حقه لحظه لقاء هو تعبان يا ولد طايح على الارض شال العداد شيل والله يقول رحنا جاي ارتاح اني جاي ابو فراش انه تعبان ما يشوف شر ما يشوف شر عشان الفقره قام ما يشوف واخر شيء مشعل يعني بالله لما تدخل برايم وانت الكل بالطريقه هذه جالس تجاهد انت وتقوم وتكابر على مرضك وتعبك واخر شيء اي امل تكابر انت قلت مكابر ما في امل لا انا اي امل طيب وش الامل اللي تقول عنه انا مات الامل اللي مدام هذا مو شرط الامل يكون بالبرنامج خلنا عبر تكفى الامل تكفى عبد الله عبر يا خلنا عبر خلنا عبر انت اكثر من مشوارك الاوتسايد خلنا عبر لا حد يتكلم كلمه انا عندي قصيده ابي اعيش والله صدق عش يلا واحد فيها انا لا حد يتكلم قل يا اخوي قل انا مت وانا حي فقدت الشغف فقدت كلمه امل فقدت كلمه تفاؤل بسبب عدم الانصاف بسبب عدم يعني لحظات الامور بسبب الله يخلي عندك بركات وقفة الجمهور بيض الله وجيه اللي بيض الله وجيها عز الله انا ما احزن على نفسي احزن على اللي وراي اني 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 من الاسبوع الاول بالحصان الاول اخيت الثاني اخيت الثالث
من التصفيات فزت بأعلى نسبة بأعلى نسبة 81% 81%. نعم ولا أحد أخذها برامج الواقع من التصفيات. وآخر شيء يجيني خصم زي العسل على قلبي وأنا اللي طالب هالخصم هذا 3000 اليوم انتقطع. قلت شو اسمه قلت البسام جيت ابي اروح البسام اقول له اخصم علي 3000 قلت اخصم ابي اخصم علي براس ترك الخصم علي بس شوف. فزتك انت يا جمري انا قمزت قلت ابو نايف خلي خصم علي اخصم علي يا ابو نايف قال ابو نايف والله يا حبيبي قال ابو نايف ارجع وما لك علاقه بالموضوع ادري شو بسام الحمد لله نسمعه يقول سمعتك وقلت اذا كان بيخصم علي هو ايه الظاهر الحمد لله خصم علي انا مرت صراحه والله عشان لا احد يفهم غلط لا احد يفهم ان بسام يبي يضر ضاحي هذه مستحيله ابد اعوذ بالله هذه بالله. انا اللي طالبه اول حاجه انه خصم علي والله لو انها 10 يا اخو سلمى ثاني شيء ما قال اسمي ولا قلت ولا تكلمت لاني قده هذا اول حاجه والله العظيم لو اطلع البرايم هذا اني ما الحق حساب على احد الا على شيء واحد بس الجمهور اللي دعم ضاحي من اول برنامج والله ان هذا هو اللي محسن انا بس اللي مأمن ضميري ان الناس تدعم وراي واخر شيء اني يعني ما كان ودي اني ادخل برايم صراحه لكن الحمد لله على كل حال عسى الله يكتب الخير بس هذا اللي عندي يا ابو خالد عبر عن شعورك وصيده بعد العشاء عادي عبر عن شعورك والله شعوري ميت من الامل وما عدت متفائل طاقه سلبيه اعوذ بالله ويعني للامانه انا في كل حياتي كنت دائما خطوتي ايجابيه حتى الاشياء السلبيه اللي واجهتني دائما انا اتحداها واتعداها لكن صراحه خصوصا بالموقف هذا والله وانت شفتني البارح حتى اني ما طلعت لاني ما ابي اظهر بمنظر شيء انا ما ارضى يا دقيقه لا اقطع كلامك يا كنترول تعال خذوا دلاتكم بسرعه اسلم وانت سالم لذلك حضور واجتهاد وكفاح وتفاؤل وامل أمل وسارة وحنا وش أنت تقولي كفاح أنا أديمني واجتهد ومن الصبح يعني من الساعة حتى فقرة الشيبان أحضرها ما عليها نقاط ما عليها أدري ما عليها نقاط بس هذا دليل على وشو أني أنا بكون حاضر من البداية واجتهد واتعب وما في تدري من أول برنامج ما غابت عنه ولا فقرة شعورك من قبل أسبوعين حسيت فيه صح أن كلامكم والله فيه فعل نعم يعني الله. من بداية البرنامج ولا فقرة ولا صلاة والحمد لله حضور انت راه بسرعة من سالفة من قصيدة من أدب واحترام لإخواني وكل شيء طيب وكل شيء جميل ولا عليهم زود طبعا أطيب من يمثل الأردن والله الله يرفع قدرك بس يعني بالنهاية برايم كيف؟ كيف كيف يعني وين يعني كيف أنا إلى الآن يعني تدري يوم دخلت البرايم اللي قبل أنا وعبد الله شهير يعني تخبر اللي يقول من يشوف مصيبه غيره تهون عليه مصيبته صح ولا لا صح. يعني ها كنت يعني عبد الله بعد انه يحضر وانت بعد كنت تحضر بس انت اللي فادتك التصويت نقول اضاحي التصويت بس يوم دخلنا قلت ما عليه خلاص بس يا ولد اطلع بالطريقه هذه يعني برايم رغم كل الاشياء هذه اللي انا متواجد فيها شلون تقاحوا 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 عدل الراس عدل الراس انا اللي عندي قصيده إن شاء الله أني بقولها بعد العشاء في المسجد؟ لا مو في المسجد بقولها هنا إن شاء الله بحضور إخواني كلهم يكونوا قايمين بس والله إني حتى دخولي للبرنامج إني مضحي في كثير أشياء أنا مضحي حتى ليش مضحي بو يا أبو مشعل ربك بس يا حبيبي تقاه مضحي نواف تدري شو مضحي بو عبد الله يا مشعل ويا نواف انا ذاك انا بروح العداد بدي المقهوه اجيك انا ذاك الله يستر عليك انا ذاك بروح طالبك انا ذاك تكفى خلاص يا ولد بلاش ذاك نضحي بوظيفه
يمكن راتبه يوصل الى 10000، مو يمكن الا 10000. انت بلاك بلي كان متوظف و... شوف خلاص ترى اوتسايد واحد يرجع منك بطلع مضايقك خلاص. انا كنت امحك طاقه سلبيه كل البرنامج والله مضحك. اي صرت الحين امحك طاقه سلبيه. رح 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 بس اطلع علومك. رح بالاوتسايد اللي راح. رح 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 والله شوف شعوركم هذا معك امحك. انا معكم حق اجل لا تسوي فيها انه لا ما تسوي. خلنا خلنا احنا بواقعيه صح. احنا بواقعيه خلنا نفضفض للناس نفضفض الارواح. ليه اكتم ليه اكتم رح ودي انا اكتمت انا معك يا ضاحي. انا معك تراكمات تراكمات انا معك. طلع كل اللي بصدرك انا معك. لكن وش لكن لكن وش علم وش رح رح ودي ما 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 في شيء. صل على النبي. الامور طيبه الامور طيبه يعني تقهو تقهو هذا الدلع عندك تقهو ولا تستحي تقهو. انا مضحي بوشو تقهو شركه انا براي شركه انت براي شركه ارامكو. تعرف شو شركة وش شركة ارامكو؟ لا مو اعلان شركة ارامكو. اعلان ارامكو السعودية والعادي صح صح لا لا ما عادي لا ما ما, ما هو اعلان عادي شيء صح الحين صح. ايه فمضحي بالشيء هذا عشان البرنامج وملتزم ومحافظ ومحترم اخواني ومحترم الجمهور ومحترم كل شيء الحمد لله. الفقرات الحمد لله الصلاة لله سبحانه وتعالى. ما بغيت برنامج ولا برنامج ولا بغير برنامج. ايه وكل شيء الحمد لله شكرا. لكن قدر الله ما شاء فعل كلامنا هذا مجرد اننا نفضفض افضفض لاخوي مشعل وافضفض لكل واحد يسمعنا والحمد لله وراضين باي شيء باي شيء. احنا ما دخلنا بالبرنامج هذا الا ان والله ما دخلنا عبث شو اسمه عشان نجمل اول شيء انفسنا ان شاء الله ان نجمل انفسنا ونجمل اهلنا وربعنا وجمهورنا اللي ورانا اللي يدعمنا ان شاء الله ان نجملنا وان شاء الله سوى بقيت ولا طلعت عسى الله يجملنا دنيا واخره. عسى الله يزينها والجمهور الله يبيض وجهها. والله ندري انه هو مقصر ودايم متواجد علشان نعم. ويحضر ويتابع ويها وبالهاشتاقات والسوالف في كل فقره وفي كل لكن عاد الشكوى لله. انا والله تدري وش اللي قابلن يا ود بسام. بسام متضايق والله اني مسكته. يا بسام ما لك دخل. انا اللي طالب. وش عندك تكلم. الأمور سهلات والأمور بسيطة جدا. إن طلعت أنا وش المشكلة وقفت الدنيا ولا الحمد لله والشكر. هذا شيء مكتوب ما أي دخل إنه فلان طلع فلان ولا فلان خصم على فلان ولا فلان ما له دخل أبد. أنا راضي بالشيء هذا وأقدر أرفض ما دام اللي عندك وعند بسام تعرفونه وحنا نعرفه. انا اللي ضايق ان بسام لا تبرر بهذا الشيء. انا ضايق ان بسام ضايق لا لا ضايق بسام والله انه ضايق بسام ما لحق شك اي والله ما زهم الا رجال النسنافي ويعني شوف يعني كان هو شوف كان بيخصم على ابن اخيه ومع ذلك يوم شاف فزتك الرجال قال من طيب راسه واعطاك انت عرفت. وبالعكس هذه جميله انا ما بيه تضايق هذه جميله وارده في عائلك هذه والله يا ضاحي يا بعد حي معك يعني زود. هذا شيء ما هو مستغرب عنكم يا شمر وانت خير من مثلهم. عيال وايل يستاهلون كل خير يستاهل الطيب ايوه لكن الله يعيننا على الوقفه اليوم يا ضاحي بكل حب او بكل حزن. تخيل ضاحي يوقفني انا وياك اخر شيء يا الشعور. تخيل يوقفنا اخر شيء اعوذ شي بالله قلت له قلت الضاحي انا والله يا ولد تكفى ابعد عن وجهي انت يا عبد الله. ليه يا ولد اوتسايد امس ادعي علي يغبن واليوم تقول انت واضبط مش انا وش سويت لك عبد الله حرام عليك. ما دعيت ما دعيت لا ما دعيت والله انك داعي علي الجمعه يا عادي. قل يا رب قلت يا رب ان ضاحي وتسعد والله اني سامع متحقق انت كان سات طيب تبع على خويه. طيب ليه تجرحني تعبت يا عبد الله انت انجرح انت اي والله انجرحت والله ابتسي يعني ابتسي عشان تصدق ابتسي تبي لازم تروح لا لا تبتسي قبل ما سامع والله عشان تكون ضايق الله يهونها يا صاحبي. ما تشين الا تزين بقدره الله وما تضيق الا على رب فرجه. يا صاحبي حان الوداع والصبر ما منا مر رجوي ليه يا ساكن وفخر لانك ما عرفت فخور والدمع ما منا عذر. لا ليه سبت جديد الجرح صح؟ جسد فارق جسد باليوم بتجرب شعور يضحي الارتجاع القصيده اللي كتبتها حقت البراي
يو تخيل انت اللي كاتب القصيده من علمك يا السبت تجديد الجروح والله دموعي فالموادع تستباح ليه الدموع اللي لها معنى وروح من علمك يا السبت تجديد الجروح والله دموعي بالمواقف تشتبه. والله لا طلع واحد منك كما تعذب. تعذب؟ ايوه صحيح. تعذب وانت داعين علي يا هادي. تعذب. يا الهاهي تعذب. مسك ضاحي امس بعد ابراهيم الاعلام. قلت ضاحي اول ما قال ضاحي الشامري وانت سعيد والله اني حزنت كناب بصدري والله. عبد الله اسمع انت. لا لاني ضاحي شغلت ابراهيم. اللي بقلبه تدريب والله اني عارف. تدري مسكها اليوم الصبح وش يقول؟ ضايق. يقول تدري يا ضاحي. يوم قال ضاحي الشمري وصادي اني انصدمت واني قسم بيت لاني حزنت حزن والله حتى اليوم قاعد اقول والله بس ما عليه جرب تستاهل شوف قلبه غير عن انسانه المروح يا صرنا بالغرفه يا هذا بي منك يا هلا هلا يا هلا لا يا حالي في يا ولد لا يا حالي في يا ولد الله لا يعيد هالليلة صارت علينا ثقيلة صارت علينا ثقيلة ولا هلا به يا هلا لا يا حالي في يا ولد عندي دام احنا جبنا اليوم في واحد يفرقنا